بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذه الحلقة بإذن الله سنواصل الحديث عن العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي، وسنرى العامل الثالث من هذه العوامل وهو مدى تأثير درجة حرارة على التفاعل الكيميائي. يعني هل لدرجة حرارة تأثير في التفاعل الكيميائي؟ إذن فكذلك لنجيب على هذا التساؤل علينا أن نقوم بالتجربة التالية الممثلة في هذه الصورة. نحضر كأسين متماثلين بهما كميتين متساويتين من نفس نوع الماء ونفس نوع الماء ونفس الكمية. قلت الفارق هو أن أحد الماءين يكون مباشرة من الحنفية، يعني ماء بارد أو معتدل، وماء ثاني يكون مسخن نسبيا، يكون دافئ أو فاطر إلى آخره. ونقارن زمن التحلل، زمن اختفاء القرص الفوار في كل من الماءين، ونسجل النتائج على الجدول التالي. إذن فلدينا الماء الأول ماء دافئ، والماء الثاني ماء بارد أو معتدل، وقرص فوار في الحالتين، يعني قرص متماسك. ونقارن الزمن، زمن تحول يكون أقصر بطبيعة الحال في الماء الدافئ، ويستغرق وقتا أطول في الماء البارد. إذن هنا النتيجة واضحة، يعني الذي نستنتجه أن درجة حرارة هي عامل مؤثر في التفاعل الكيميائي. ما معنى ذلك؟ أي أنه كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما زادت فرصة التفاعل وسرعة التفاعل، والعكس صحيح، كلما انخفضت درجة الحرارة كلما تباطأ التفاعل، وقد يتوقف في بعض الحالات، يعني إذا كان درجة الحرارة منخفضة جدا. إذن كيف نفسر ذلك؟ بماذا نفسر هذا الكلام؟ إذن فيفسر ذلك بما يلي: ارتفاع درجة حرارة الوسط الذي تجرى فيه التجربة يزيد في سرعة حركة الجزيئات. يعني فحينما يكون الماء ساخن فحركة الجزيئات للماء وللقرص أيضا تكون سريعة الحركة، وهذه السرعة في الحركة تؤدي إلى زيادة الاصطدام وسرعة الاصطدام، وهذا الاصطدام هو المتسبب في التفكك الذي هو التفاعل. إذن كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما زادت سرعة الحركة للجزيئات، كلما زادت حركة الجزيئات كلما زادت الاصطدامات، وبالتالي يكون التفاعل أسرع. وهنا نشير إلى بعض الأمثلة في الحياة اليومية. يعني لماذا مثلا يتم وضع الحليب في الثلاجة على سبيل المثال، أو غيره من المواد الغذائية التي نخشى فسادها؟ يعني نضع مثلا الجبن، نضع مثلا اللبن في الثلاجة، فحينما نضع هذه المواد في الثلاجة نعلم أن درجة الحرارة منخفضة، مما يمكن حفظها لفترة أطول. ما معنى حفظها لفترة أطول؟ أي هنا نحن نحد من التفاعل. يعني فمثلا لو تركنا كيس من الحليب خارج الثلاجة لمدة 24 ساعة فقط، ووضعنا كيس مماثل له في نفس الوقت داخل الثلاجة، أكيد سنجد الفرق واضح بعد 24 ساعة. نجد أن الكيس الذي بقي خارج الثلاجة قد تغير طعم الحليب، ركبته حموضة وانتفخ الكيس، مما يدل على أنه تحرر غاز، بمعنى حدث تفاعل، في حين أن الكيس الذي ما زال في الثلاجة ما زال محافظاً على حالته الابتدائية. وهنا يتضح لك جلياً دور درجة الحرارة في التفاعل الكيميائي. إذا أردنا أن يصلنا كل جديد من هذه القناة فما علينا إلا بالاشتراك وبتفعيل الجرس، وفي الأخير إلى الملتقى في حصة أخرى مع
درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.